صباح الخير على حضراتكم، بنرحب بيكم في هذا اللايف الجديد. وطبعا لازلنا يعني نتابع أصداء واقعة أحمد فتوح لاعب النادي الزمالك، واللي تسبب في دهس أحد المواطنين وتسبب في وفاته في حادث طبعا مؤلم وحادث مؤسف. يعني النهاردة فجر اليوم حدث وقعة يعني القبض على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، واللي تسبب في وفاة أحد المواطنين وهو أمين شرطة يعمل في وزارة الداخلية. إيه اللي حصل بالضبط؟ يعني امبارح فجر اليوم كان أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، كابتن نادي الزمالك، كان عائد من يعني أجازة مصيف كان قضاها في منطقة الساحل الشمالي، وكان بصحبته أحمد فتوح وكان بصحبته محمد صبحي حارس نادي الزمالك. طبعا نتيجة قيادة السرعة الزائدة تسبب أحمد فتوح في وفاة أمين شرطة لقى مصرعه يعني نتيجة دهس نجم نادي الزمالك ل يعني أمين شرطة كان يعني متجه إلى محل عمله في منطقة الساحل الشمالي، وأدى إلى وفاته. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. طبعا تم القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي نجمي نادي الزمالك على خلفية وقعة يعني دهس أمين شرطة ووفاته نتيجة الحادث المؤلم اللي شهدته منطقة الساحل الشمالي. أجهزة الأمن في وزارة الداخلية يعني تم التحفظ على أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، وطبعا إجراء تحليل مخدرات ل يعني على خلفية تعاطي المواد المخدرة. والله خلاص هجيب لك بالليل ان شاء الله. خلاص كنت عشان بعمل لايك كنت اديله اللايك كنت فتوح. طبعا ماشي. نجم نادي الزمالك يعني تم التحفظ عليه والقبض عليه على خلفية يعني ما حدث فجر اليوم، ووصل منذ لحظات أحمد فتوح إلى مقر النيابة العامة، وتم ترحيله يعني بالكلبشات، وطبعا على خلفية إلقاء القبض عليه يعني في وقعة مؤسفة شهدتها منطقة يعني منطقة العلمين، أدت إلى وفاة يعني أمين شرطة يعني في حادث مؤلم شهدته منطقة يعني العلمين صباح اليوم. وطبعا وصل أحمد فتوح إلى مقر النيابة العامة منذ لحظات، حيث يعني تم ترحيله بسيارة شرطة، وطبعا تمهيدا لأخذ أقواله من قبل النيابة العامة. وطبعا كان بالأمس يعني أحمد فتوح أو فجر اليوم قام بدهس أحد المواطنين وهو فرد شرطة، وطبعا وصل منذ لحظات أحمد فتوح إلى مقر النيابة العامة، حيث سيجرى التحقيق معه في وقعة يعني دهس أحد المواطنين في منطقة العلمين أثناء عودته من الساحل الشمالي. وطبعا يعني أحمد فتوح بيواجه تهمة القتل الخطأ في حالة عدم ثبوت أنه لم يتعاطى المواد المخدرة، يعني مثل مطرب المهرجانات عصام صاصة، وقد يواجه تهمة يعني في حال ثبوت أن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ثبتت التحاليل وإجراء التحليل المخدرات أنه يتعاطى المخدرات، قد يواجه حكم بالسجن يعني. لكن حتى الآن
كل الأقاويل والتحريات ويعني العينة الأولانية اللي تم إجراءها لأحمد فتوح تبين سلبيته لتعاطي المواد المخدرة، لكن هيتم إجراء تحليل آخر أو تحليل شامل في داخل مقر النيابة العامة وتحديدا في مقر الطب الشرعي، يعني على غرار ما حدث مع عصام صاصة مطرب المهرجانات. طبعا أحمد فتوح يعني تسبب في وفاة أمين شرطة يعني نتيجة قيادته سيارته الملاكي والقيادة برعونة، مما أدى إلى وفاة أمين الشرطة في الحال، وطبعا تم التحفظ على أحمد فتوح ووصل منذ لحظات إلى مقر النيابة العامة لإجراء التحقيق معه في واقعة دهس يعني مواطن أثناء قيادته للسيارة بسرعة زائدة، وطبعا تم القبض على نجم نادي الزمالك وكان معاه بصحبته محمد صبحي حارس نادي الزمالك اللي كذلك تم القبض عليه على خلفية وقعة يعني قيامه بدهس أحد المواطنين في منطقة يعني في منطقة العلمين، وطبعا أثناء عودته من الساحل الشمالي. يعني طبعا ربنا يرحم أمين الشرطة اللي توفى ومعاه أسرته بيعول أسرة كاملة، ربنا يرحمه يا رب. وطبعا يعني حادث مؤلم وطبعا حادث مؤسف، وضحيته كان أمين شرطة، وهل يعني سيثبت تعاطي المخدرات؟ التحليل الأولي تبين سلبية تعاطي أحمد فتوح للمواد المخدرة، وحيتم إجراء تحليل آخر لبيان مدى سلبية أو إيجابية تعاطي المواد المخدرة. طبعا كلنا بنعرف أو كلنا وفق الإجراءات اللي بيتم اتباعها بعد أي حادث دهس لأي سيارة لأحد المواطنين بيتم طبعا يعني نقله إلى مقر الطب الشرعي وإجراء تحليل المخدرات يعني وفقا للبيان المتبع. وطبعا إحنا بنتابع مع حضراتكم يعني ما حدث صباح اليوم، وطبعا وفاة أمين شرطة نتيجة دهس أحمد فتوح نجم نادي الزمالك الحادث الأليم اللي شهدته منطقة التجمع معذرة منطقة العلمين أثناء عودة أحمد فتوح من الساحل الشمالي، وكان بصحبته محمد صبحي نجم نادي الزمالك اللي طبعا يعني تم إجراء تحليل مخدرات أيضا ليه وتبين سلبية تعاطي المواد المخدرة. وطبعا يعني من هنا من أمام مقر النيابة العامة وصل منذ قليل أحمد فتوح نجم نادي الزمالك إلى مقر النيابة العامة، وظهر علامات الإرهاق والإجهاد والتعب على أحمد فتوح، حيث ستجرى معه التحقيقات بعد قليل على خلفية دهسه لأحد المواطنين في منطقة الساحل الشمالي. وطبعا وصل وسط حراسة أمنية مشددة نجم نادي كابتن نادي الزمالك اللي تم اصطحابه إلى مقر النيابة العامة يعني، وتم وضع الكلبشات في إيده على خلفية يعني دهسه لأحد المواطنين، وهتجرى معاه التحقيقات من قبل النيابة العامة في الواقعة اللي يعني شهدتها منطقة العلمين وأدت إلى مصرع أحد يعني مصرع أمين شرطة نتيجة الحادث المؤلم اللي شهدته المنطقة. وطبعا حادث مؤسف ومؤلم، وطبعا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. أحمد فتوح بيتسبب نجم نادي الزمالك بيتسبب في وفاة يعني أحد المواطنين على خلفية الحادث المؤلم اللي شهدته منطقة يعني العلمين. وطبعا يعني أحمد فتوح قال خلال التحقيقات أو يعني المحضر اللي تم تحريره من قبل أجهزة الأمن إن هو أمين الشرطة كان بيعدي الطريق وأنا كنت يعني ماشي على سرعة 100
مش متجاوز السرعة المقررة لحركة السير، وقال أنا يعني حاولت أتفاداه أثناء عبوره الطريق، لكن حدث يعني إني قمت بدهسه، وطبعا توفي في الحال. ربنا ربي يصبر أهله. وطبعا أحمد فتوح بينفي إن هو يعني كان متجاوز السرعة خلال يعني التحقيقات، المحضر اللي تم تحريره صباح اليوم. وطبعا يعني وصل منذ لحظات أحمد فتوح نجم نادي الزمالك إلى مقر النيابة العامة اللي أمام حضراتكم، حيث ستجرى معه التحقيقات في وقعة دهسه لأحد المواطنين، وتبين أنه هو أمين شرطة كان في طريقه إلى عمله، وتم القبض على أحمد فتوح وحالته إلى النيابة العامة وإلى جهات التحقيق في الوقعة اللي كلنا تابعناها وشفناها. وطبعا يعني أثارت الرأي العام فجر اليوم وقعة مؤسفة. طبعا ربنا يظهر الحق، ولو كان أمين الشرطة لم يخطئ يعاقب أحمد فتوح أيا كان هو مين، وأيا كان هو يعني المتسبب في الوقعة. إن شاء الله حق أمين الشرطة لو كان مظلوم حيتم أخذه، وأحمد فتوح لو مش مخطئ هذا قدر الله، وربنا يرحم أمين الشرطة ويغفر لي. شكرا لما حدث في وقعة أحمد. يعني كلنا تابعنا ما حدث من نجم نادي الزمالك اللي طبعا يعني بيواجه اتهامات القتل لنجم يعني لأمين شرطة، يعني كان بيمر الطريق في حادث مؤلم شهدته منطقة يعني منطقة العالمين، وأدى إلى مصرع يعني أمين الشرطة نتيجة الحادث المؤلم اللي كلنا تابعناه وشفناه. ربنا يرحمه يا رب، وصبر أسرته على هذه المصيبة يعني في منطقة يعني العالمين ومصرع أمين شرطة على يد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك. وطبعا احنا اضطرنا للدخول في شارع جانبي بسبب يعني التكثيف الأمني في محيط المحكمة، حيث سيتم محاكمة سيتم يعني التحقيق من قبل النيابة العامة مع أحمد فتوح نادي الزمالك على خلفية وقعة دهسه لأحد المواطنين وأدى إلى وفاته. وطبعا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني حادث مؤلم. أمين الشرطة يعني توفى وانتقل إلى رحمة الله تعالى بعد دهس أحمد فتوح لي في الوقعة اللي شهدت.